طبعا بنتكلم على منتخب مصر، مع المنسق الاعلامي لمنتخب مصر تمام تمام استاذ محمد مراد، نطمن منه على بدايه المعسكر اللي بدات النهارده وعلى استعداد مصر لمنتخب جيبوتي يوم الخميس. يا استاذ محمد مساء الخير. مساء الفل يا احمد، وكل حضرتك بخير، وارحب بيك وضيوفك الكرام. اهلا بيك. المصريين كلهم هيبداوا يخشوا في اجواء الحلم، حلم التاهل لمونديال 2026، والكل الحقيقه متوقع ان فرصه مصر كبيره جدا في الحصول على تذكره مباشره للبطوله. كلمني كده عن الاجواء، انا عارف ان المعسكر بدا النهارده واستعدادا طبعا لجيبوتي يوم الخميس اللي جاي، عايز اعرف الاجواء اللي موجوده داخل المنتخب واهم الحاجات اللي هيركز عليها فيتوريا في المعسكر ده. يعني طبعا بضم ست صدق الزحمه، واتمنى طبعا الجماهير ترجع للاستاد تاني، حوالين الجماهير موجودين في الاستاد. ان شاء الله ماتش جيبوتي يوم الخميس ان شاء الله استاد القاهره الساعه 6، ده في الجوله الاولى، ما حضرتك قلت في الجوله الاولى للتصفيات المؤهله لكاس العالم. ان شاء الله النهارده كان بدايه المعسكر من التوقف الرسمي من 13 ل 21 نوفمبر. عندنا ماتشين ان شاء الله، جيبوتي وسيراليون. جيبوتي 16، سيراليون يوم 19 في ليبيريا. طبعا زي ما كنا عارفين سيراليون ممنوعه من استضافه ماتشات لمنتخباتها على ملاعبها في سيراليون، بالتالي اختارت ليبيريا، واختارت برضه كابتن احمد اختارت ميعاد الماتش، لان بعض الناس كانت بتتكلم انتوا ليه يعني مش مخليين الماتش يوم 20 و21، ده مش بايدينا، ده في الفريق اللي هو صاحب الملعب بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، وبيتم اختيار الاتحاد الافريقي بموعد المباراه، وتم الموافقه على ان الماتش يبقى يوم 19. لكن ان شاء الله يعني اللعيبه ان شاء الله الحمد لله جاهزه ومستعده، واللعيبه في المؤتمرات قبل كده في المعسكرات بيتكلموا على أهمية طبعا الصعود لكأس العالم، وتحديدا بعد ما الجيل ده كان معظمه كان موجود في إنجاز 2018 لما صعدنا كأس العالم بعد غياب في روسيا، وإن شاء الله تتكرر المرة دي، واللعيبة مستعدة. النهارده كان معظم المحترفين كانوا موجودين، انضموا للمعسكر المنتخب محمد النني وتريزيجيه وحمدي فتحي وطارق حامد ومحمد شريف، كانوا موجودين النهارده في المعسكر من بداية انطلاق المعسكر. باقي اللعيبه هيوصلوا تبع ان شاء الله كابتن صلاح ومرموش ومصطفى محمد، المحليين كلهم موجودين، اللعيبه كلها موجوده، واللعيبه كلها انصدموا كلها في المعسكر ان شاء الله. دلوقتي يعني بعد اقل من نص ساعه يبقى في تدريب للمنتخب الساعه 7 على استاد القاهره الدولي، فان شاء الله يعني ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. طب خليني اسالك على ماتش الخميس الاول. ماتش الخميس الاستاد هيكون مفتوح ساعه كامله طبعا عشان الحضور الجماهيري. استاد القاهره لسه هو لسه المفروض يبقى فيه تنسيق على اعداد الجماهير، هتبان النهارده مع التنسيق مع اتحاد الكره والامن. أي. طبعا كنا نتمنى ان ساعه الاستاد كلها طبعا تبقى ممتلئه عن اخرها، لكن ان شاء الله يعني ايا كان الرقم اللي هيتم الاتفاق عليه ان شاء الله يبقوا موجودين يبقوا مؤثرين، وزي ما حضرتك قلت في الاول خالص ان نتمنى ان الجماهير ترجع تلتزم مع المنتخب ويبقى موجوده وتساند منتخب مصر، ده الاهم. طبعا طبعا خد بالك خد بالك استاذ محمد، قصه الجمهور مع الانديه شيء وقصه الجمهور مع منتخب شيء تاني، واحنا شفنا الحقيقه تجارب ناجحه لكثير من الانديه المصريه في استضافه ماتشاتهم الافريقيه بعدد لا باس به من الجمهور، فبالتالي اعتقد انه يعني شيء مشجع انه وده منتخب مصر، اعتقد انه وتصفيات كاس عالم ما فيش عندنا اهم من تصفيات كاس عالم، فبالتالي نتمنى طبعا انه يبقى الساعه كامله في الاستاد. طيب يعني طبعا مع اهميه الماتشات ومع قوه الماتشات، انت شفت ماتش مصر والسنغال في مرحله الصعود لكاس العالم كان الاستاد موجود حوالي 70,000 مشجع، نفس يعني اهميه المباراه هي اللي بتحسن في بعض الاوقات، لكن عايزين طبعا نتخطى الحته دي، اتمنى اي ماتش المنتخب المصري يبقى موجود فيه اكثر من عدد واكبر عدد ممكن في الماتشات دي. نتمنى ان شاء الله يعني الوزاره واتحاد الكوره يبقى فيه يعني ان شاء الله يبقى فيه تواجد جماهيري كبير، وده اللي الناس بتتامله في المنتخب او الاتحاد ان شاء الله. ميعاد ماتش مصر احنا اللي حددناه او احنا اللي اخترنا الميعاد ده؟ احنا انت الملعب ادام انت صاحب المباراه انت بتحدد الميعاد. طب معلش اسالك هنا السؤال المنطقي، بدل ما كنا ناجل شويه او نحاول ناخر ماتش سيراليون، ليه ما لعبناش ماتش جيبوتي بدري شويه عشان يبقى في فرصه للاستعداد، وخصوصا ان معلوماتي ان احنا كمان ماتش سيراليون اللي هنلعبه في ليبيريا هتلعب على ملعب ترتان، واعتقد ده يبقى محتاج يعني نوعا ما تحضير جيد عشان اللعيبه مش بتبقى واخده على الارضيه الترتان. يعني انت المفروض ان الكاف انت بتبعت لهم مواعيد وهم بياكدوا على المواعيد اللي انت بعتها، انت احنا المعسكر انطلاق المعسكر يوم 13،
فانت عندك يعني ثلاث ايام قبل الماتش 13 طبعا معظم اللعيبه لسه المحترفين يعني كانوا لاعبين ماتشات امبارح فبينضموا النهارده وممكن بالليل اخر اليوم هينضموا النهارده اخر يوم فانت يوم 13 ما بتبقاش بتلعب او بتتدرب بالقوام الكامل بتاعك فبالتالي عندك اللي هم اليومين الاساسيين اللي هو 14 و15 كان صعب يعني تنضم للمعسكر 13 و14 وانت تلعب الماتش 15 فانت طبعا الماتش على ارضك فلازم طبعا بقى تاخد يعني ثلاث ايام وشايف ان في فتره مش يعني يعني انت عارف انا طبعا 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 القرار ده في النهايه في ايد فيتوريا هو يعني اللي دايما عنده الراي الاصوب لكن يعني كنت شايف انه نزنق نفسنا على ماتش في 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 ملعبنا ووسط جمهورنا احسن ما نزنق نفسنا في مباراه خارج الارض وفي ملعب ترتان وفيها سفر للخارج فيعني هتبقى شويه طيب هو الصح يعني زي ما بنشوف بره مثلا في بطولات اوروبا بيبقوا محددين الكاف او الاتحاد الاوروبي محدد مواعيد مثلا التوقف من 13 ل 21 فبيحدد مواعيد الجوله مثلا الماتشات بتاعت يوم 15 و16 الماتشات الثانيه الجوله الثانيه او الماتشات الذهاب بتتلعب يوم 20 21 بيبقى محدد للمنتخبات الايام فانت ده طبيعي في افريقيا ان هو منتخب سيراليون بيضغط عليك في الوقت وبيضغط عليك في السفر لكن انت يعني انت ما قدامكش حل تاني انت لو كنت عملت 15 هم ممكن يعملوا الماتش يوم 17 او 18 فهتلاقي هي نفس برضه نفس القصه فهو المفروض ان الكاف هو يعني هو المسؤول عن الحاجه دي المفروض ان هو احمد يروح جاي محدد يقول لك مثلا يوم 15 و16 ماتشات الجوله الاولى يوم 20 و21 ماتشات الجوله الثانيه فاي منتخب بقى يختار في الفتره دي تمام لكن هو زي ما احنا متعودين يعني على الكاف الفترات الاخيره يعني لا متعودين ما تقلقش متعودين جدا صحيح طب دخل الكره المصريه في ازمات يعني من اول يعني من النوادر لو تفتكر لما لقينا اول معسكر لمنتخب مصر كان بديات نايجر وليبيريا ولقيت في وسط المعسكر ماتش رسمي للزمالك فدي ما بتحصلش في اي قاره بره يعني ايوه نفس الامر مع النادي الاهلي طبعا كتير بقى حدث ولا حرج يعني 11 عامل مثلا نهائي دوري ابطال افريقيا صحيح فانت المفروض ان البطولتين دول البطولتين يعني بطوله دوري الابطال او نهائي دوري الابطال ده بطوله خاصه بيك باتحاد افريقيا المفروض يبقى انت عارف من قبلها بفتره او انت عارف ان التوقفات بتاع السنه الفيفا بمحددها من اول السنه ما تبقاش حاجه جديده زي الكاف فانت ترحل ماتشاتك يعني تخلي نهائي دوري الابطال يوم 10 يوم 9 اللي هو تدي براح للانديه لاعبتها لا هي اجنده الاتحاد الافريقي اجنده الحقيقه محتاجه كلام كتير يعني طبعا. دايما تحس ان الاتحاد بينظم مسابقاته بطريقه الجزر المنعزله طب خليني بس اعرف تحضيرات ليبيريا سريعا وانا عارف انه الفريق هيسافر يوم 17 هل في حد هيسبق البعثه طلب فيتوريا انه يتمرن على ملعب ترتان عشان يستعد الماتش يوم 19 ان شاء الله تكلمني برضو عن رحله ليبيريا سريعا كان هو من ثلاثة اسابيع كان موجود وفد من اتحاد الكره الحاج شعبان مصطفى الاستاذ شعبان مصطفى منصه العام للمنتخبات ومع الاستاذ مينا سامح اداري المنتخب سافروا ليبيريا من ثلاثة اسابيع وعملوا تقارير عن الفنادق وعن الملاعب وعن المطار والمسافه بين المطار والملعب والاجراءات الخاصه بالماتش كلها منتخب ان شاء الله هنتدرب يوم 17 الصبح بدري هنسافر الظهر زي ما حضرتك يعني في طياره خاصه اتحاد الكره ووزاره الرياضه نشكر طبعا وزاره الرياضه والدكتور اشرف صبحي على دعم المنتخب طبعا وتوفير طياره خاصه للمنتخب هيسافروا يعني مباشره من مصر لايبيريا الرحله هتستغرق حوالي 8 ل 9 ساعات زي ما انت حضرتك قلت فعلا نجيل صناعي المنتخب هيتدرب ان شاء الله في احد الملاعب اللي هي ارضيتها نجيل صناعي وان شاء الله ربنا يكرم الماتشين ونرجع ان شاء الله ربنا يكرمنا سؤالي الاخير متعلق بتحضير لامم افريقيا لانه عندي معلومات ان فيتوريا طلب انه يلعب مباراه وديه واحده بس قبل ان شاء الله بدايه مشوار مصر في بطوله امم افريقيا يعني هو فعلا يعني لازم هنلعب ماتشات وديه قبل امم افريقيا في شهر واحد. في تنسيق حاليا اتحاد الكوره مع الشركه المتحده للرياضه ومحمد مرابط مدير المنتخب اللي هو يوفروا ماتش او ماتشين في الفتره الخاصه بالتوقف اللي قبل امم افريقيا وفي بعض العروض وصلت لكن لسه ما تمش يعني الحسم فيها فان شاء الله في الايام اللي جايه يتم الحسم فيها وربنا يكرم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ودعوات المصريين كلهم ورا رجالتنا ان شاء الله باذن الله نفرح ماتشين مهمين جدا وانطلاقه مشوار مش محتاجين مطبات باي شكل من الاشكال نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله قدام جيبوتي يوم الخميس ومن بعدها قدام سيراليون
بشكر طبعا سيد محمد مراد منسق اعلامي لمنتخب مصر.